احكي لكم قصه انتوا عارفينها او يعني سمعتوها. يعني كان في دكتور في السعوديه، انتوا عارفين كاس السوبر الاسباني كان يلعب في الرياض، مباراه الفاينل مباراه ريال مدريد واتلتيك بلباو، كان في دكتور في السعوديه حابب يحضر المباراه عشان هو بيعشق ريال مدريد وبيعشق لاعبي ريال مدريد وبيعشق كريم بنزيما وزملائه. لظروف العياده عنده كشوفات كتير، عنده شغل كتير، ما قدرش يروح المباراه، وكان حزين جدا وزعلان جدا، فرقته اللي بيعشقها بتلعب في نفس بلده ومش عارف يروح يتفرج على المباراه. الصدفه العظيمه، الصدفه الكبيره، خلت واحد من افضل اللاعبين في العالم دلوقتي، افضل لاعب ريال مدريد على الاطلاق كريم بنزيما، يروح له العياده بعد المباراه بسبب اصابه عنده. فالراجل يفتح الباب، انا بديكم المشهد التمثيلي وهو يخش يحكوا لنا، يعني بيفتح الباب يلاقي في وشه مين؟ كريم بنزيما. حلم بقى، اللي هو ده انا كنت لسه بحلم اروح الملعب عشان اشوفك الاقيك في وشي. فطبعا حلم عظيم جدا، الاحسن هو اللي يحكيه بنفسه الدكتور اسامه محمد الطبيب المعالج لكريم بنزيما وقت تواجد ريال مدريد في الرياض. يا فندم صباح الخير عليك، مشرف ومنور. اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ كريم، ويسعد صباحك انت والمتابعين. اهلا بيك. انا بص اصل انا بحب ريال مدريد زيك بالظبط، وبحب كريم بنزيما جدا، فانا المشهد ده تمثيلي كده حاسه ان انا شايفه في وشي، يعني مشهد مثير جدا ورائع جدا، بس بدل ما اقعد انا اتكلم كتير حضرتك تحكيه احسن. تسلم. اولا انا اخوك دكتور اسامه احمد من الرياض المملكه العربيه السعوديه. طبعا هو حصل، بس تصحيح لحضرتك، هو حصل طبعًا قبل المباراه، هذا الغريب بالموضوع. يعني واللي فعلا كان محتاج حاله طارئه قبل المباراه اللاعب كريم بنزيما، صار معه حاله طارئه بالنسبه للاسنان. وكثير يعني من اللاعبين بيصير معاهم اصابات، وتفاجات صراحه بالسوشيال ميديا كميه الناس اللي ما عندها علم في موضوع الاصابات اللي ممكن تصير مع اللاعبين. ففعلا شعور يعني يحمل من الصدمه والغرابه، وبنفس الوقت تحس بشعور غريب جدا يعني، لكن الحمد لله تجربه رائعه جدا، وكويس ان احنا قدرنا نخدم لاعب كبير مثل كريم بنزيما في السعوديه. طيب انا عايز اعرف اللقاء وهذا الحوار بينك وبين كريم بنزيما كان فيه ايه؟ ايه الكلام اللي انت قلته له؟ ايه الكلام اللي قاله لك؟ طبعا بعيد عن الكلام الطبي، يعني دي حاجات انا فاهم انها اثار طبيه، بس الكلام صحيح. الدردشه اللي بينكم كانت عامله ازاي؟ في الكوره وخلافه يعني. والله يعني بالنسبه للدردشه كانت يعني تتمحور حول امكانيات الطب في المملكه، وكان سعيد جدا، وكان الموضوع صراحه اكون صريح معك بدايته كان في شويه توتر من قبل النادي. يعني حتى وردتني اتصالات من اسبانيا ومن فرنسا، واهتمام كبير جدا في اللاعب فوق ما تتصور، بحيث انه كان انت عارف البروتوكول في كوفيد 19 في صعوبه انه اللاعبين يطلعوا من المعسكر التدريبي، ومباراه كبيره مثل السوبر يعني ما يستهان فيها. فكان يعني يسعى الفريق او خلينا نقول الاداري الطبي انه يعني نروح للفندق اللي متواجد فيه النادي واللاعبين. فعلى اخر لحظه جابوا له العياده، وقدرنا الحمد لله نسيطر على الوضع، لانه كان المشكله تاثر على ابتسامته صراحه. ما سالتوش بقى، بما انك انت مشجع مدريدي كبير زي حالتنا يعني، ما سالتوش انت ليه قعدت سنين طويله جدا؟ احنا فاكر احنا قعدنا نهاجم كتير وننتقد كريم بنزيما، فجاه تحول في اخر 3 4 سنوات بمستوى رائع جدا، ما حكيتلوش مشاكلك واحزانك معاه في سنوات ماضيه وفرحتك بيه في السنوات الحاليه؟ والله صدقا صدقا انا غير اني عاشق لريال مدريد، كريم بنزيما يعني انا شايفه ماشي على خطى زين الدين زيدان واللعيبه السابقين، وفعلا كان مر في فتره كانت شويه صعبه، بس تعرف مع ضغط العياده وتركيزك في العلاج وانك عايز تطلع في افضل نتيجه مع لاعب كبير مثل كذا، شويه ممكن تنسى اللقاء الاحداث هذه الحزينه. لكن هو ما شاء الله ادى في المباراه، وانا انبسطت جدا. للاسف حتى المباراه اونلاين ما قدرت اشوفها، هو جاني يوم جمعه، وكانت المباراه زي ما انت عارف يوم الاحد. فما لحقت حتى اشوف المباراه، يا دوب شفت الاصداء، وانبسطت ان هو دخل هدف ما شاء الله، والنادي يعني فاز فوز كبير. وبس يعني دكتور اسامه احمد الطبيب المعالج لكريم بنزيما في السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت.